أعرب في هذا المقام عن تقديري للموقف الثابت لجمهورية أوغندا في مناصرة مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وأؤكد بأنه يتعين علينا مع القادة الأفارقة مضاعفة الجهود جماعية لحشد المزيد من الدعم السياسي والمادي للشعبين الصحراوي والفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته التاريخية وتمكينهما من تقرير المصير والاستقلال.